السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا كدوزوا اوقات زوينه وتكونوا على خير وبخير. ان شاء الله نقدم لكم حلوه ديال زيجيتال اللي جربتها وعجبتني بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها. خليكم مع المقادير. المقادير ديال الكاطو ديالنا، عندنا ثلاثه البيضات بحراره المطبخ، كاس زيت ما يعادل 150 مليلتر، كاس سنيدة ما يعادل 150 غرام، معلقة كبيرة ديال القرفة، 50 غرام ديال القرقاع مهرمش غير بدي هرستو، جوج خمارات، والدقيق 250 غرام. دونك غادي نخليكم تقيدوا المقادير ونوريكم الطريقة. عندي هنا أربعة الخيزوات مغسولين مقشرين ومحكوكين. كنخلطو السنيدة ديالنا مع الزيت كنخلطوهم مزيان ملي كينسجمو مع بعضياتهم كنزيد البيض وحده بوحده. كنديروا القبيصه ديال الملح ديالنا وكنكملوا التخليط. زدنا داك الخيزو ومحكوك على البيض والزيت والسكر. دابا شدينا هنايا ديك 250 غرام ديال الدقيق، خلطت زدت فيها جوج صاشي ديال الخميره، ومعها معلقه ديال القرفه، ومعها القرقاع اللي قطعته. خلطت كلشي، خلطت القرقاع مع الفوس باش يبقى لاصق فيه، باش يجي وسط لا جينواز، ما يجينيش طايح الارض ولا طالع الفوق الكيك. كنزيدوه كنخلطوه بشويه. ملي خلط داكشي مزيان صافي غادي نحيد. باقي لي واحد شويه ديال الفورس، نشوف واش صافي بلاش. دونك انا جاتني 200 غرام، هاد المره جاتني مزيانه، ما غاديش نزيد اكثر. عندي هنايا المول ديالي فيه 24 سنتيم، دهنته بالزبده ودردرت عليه الفورس. دابا غادي ندير فيه
الكيك ديالي وغندخلو الفران سخون على 170 درجة ونشعل عليه من الفوق ومن التحت حتى كيف ما كتشوفوا الكاطو ديالي دخلته الفران سخون على 170 درجة. انا خدا ليا 20 دقيقة باش طابت لا جينواز. من بعد ما خرجتها من الفران مباشرة قسمتها بالخيط من الوسط وقسمتها على جوج ودرت لا كريم ديالي اللي غنوريها لكم دابا غتشوفوها معنا. درتها من الوسط ومن الفوق. خليكم معايا. لا كريم ديالي هي هذه. خديت فرماج، انا درت فرماج مثلث، درت 8 اولا ديروا فيلادلفيا اللي بغيتو. درت معهم 3 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، خلطتهم مزيان حتى انسجموا مع بعضياتهم. ومن بعد زدت 120 غرام ديال القشده الطريه وخلطت كل شيء. زدت معلقه بمعلقه حتى عقد لي الخليط. من بعد ما كنخرج داك الجوج من الفرن كنكسر عليهم الشكل كنقسمهم على الداخل. كندير لاكخيم من الوسط ومن الفوق كنزوقو بالقرقاع. كتزوقو باش ما بغيتو. الكاطو جا رائع رائع بزاف. كنشكر بزاف زيزيتا اللي جربت الوصفه ديالها وعجبتني بزاف وكنتمنى انكم تجربوها. ما غتندموش عليها وغتحمروا وجه الضيف ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديالي ديروا جيم وتابوناو معايا ومرحبا بكم وبصحتكم وراحتكم.